أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على أهمية مواصلة البناء على ما تم إنجازه في مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المتميز بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، بما يعكس اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لسعادة السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن مملكة البحرين وبرعاية فائقة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تسعى دائما إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في شتى المجالات بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور الدبلوماسي البارز الذي يقوم به السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين لما فيه صالح البلدين الشقيقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب سعادة السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، ومشيدا بمسار العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومجالات التنسيق والتعاون بين البلدين لما فيه صالح البلدين، مؤكدا حرص جمهورية مصر وتطلعها نحو مزيد من التعاون المشترك مع المملكة في مختلف المجالات.